هيونداي توسان موديل 2023 نسخة الألتيميت فيت الفول كامل. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعينا غاليين، تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن أكثر سيارات الكروس أوفر تميز بين سيارات هيونداي العلامة الكورية هيونداي توسان 2023. نتكلم عن نسخة الألتيميت فيها الفول كامل، فيها كل المواصفات وكل الميزات اللي تخطر على بالك في سيارات هيونداي. في البداية طبعا سعر السيارة 149,000 ريال، أتكلم بالتحديد بجزر الكسور 149,000 مع الضريبة، غير الضريبة تقريبا حول 128,000 ريال. انتهينا من السعر، نجي للتفاصيل والمميزات. طبعا هيونداي توسان فيت الفول كامل تجي عليها مواصفات جدا عالية، على سبيل المثال تجي عليها حساسات أمامية بشكل كامل، إضاءات طبعا LED نهارية هنا بالنسبة للعالي والواطي بهذا الجزء، مثل ما تعودنا على سيارات هيونداي بالسنوات الأخيرة تجي بنفس التصميم. وما أخفيكم طبعا أغلب السيارات سواء الأمريكية أو الكورية صارت تجي بنفس هذا التصميم، الإضاءات طبعا تجي منفصلة، وأما بالنسبة للLED فتجي بالجزء العلوي. هنا فتحات للتبريد، تبريد الراديتر والمحرك بهذا الجزء. الشبكة الأمامي جاي تصميمه جميل غير تقليدي غير اعتيادي من هيونداي، طبعا جاي باللون الذهبي على اللون الأسود تيتانيوم بمعنى أصح، بشكل كامل كروم، رادار أمامي، حساسات أمامية أكيد عليها، هذه كشافات هنا، الجزء السفلي بشكل كامل عليه كروم بالإضافة لديفيوزر بالأسفل، وهنا واقيات الطين أو الحماية بشكل كامل للجزء السفلي للسيارة. الكفرات طبعا ميشلان مقاس 19 إنش على 50 على 265 مشلين. طبعا وريتكم الكاميرا الأمامية ولا ما وريتكم إياها؟ إذا ما وريتكم فهذه هي الكاميرا الأمامية، هذه هي الكاميرا الأمامية، أسفل شعار هيونداي، وهنا رادار أمامي أكيد بالجسد العلوي أو السفلي المعذرة. طبعا إذا كنا نتكلم عن إمكانات المحرك، فالمحرك 4 سلندر 2000 سي سي دفع رباعي ما شاء الله الأحصنة 190 حصان، والعزم معدل 230 نيوتن مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات عكس باقي الفئات بتكون 6 سرعات. وهنا طبعا الجزء الجانبي هنا كاميرا جانبية إشارات بالمرايات، السيارة تنفتح المرايات وتنطوي معك تلقائي بمجرد ما تقرب بالريموت بريموت السيارة. على ذكر الريموت طبعا نفس الريموت على باقي السيارات هيونداي توسان، نفس التصميم ما فيها أي إضافات. طبعا هنا في الفتح والإغلاق وفتح الشنطة وتشغيل عن بعد، مجرد ما تقرب المرايات تنفتح معك تلقائي. هنا الكاميرا الجانبية تشغيل البصمة، نسيت أكلمكم عن هذه الجزئية. طبعا شايفين الكروم اللي يبتدي معنا بهذا الجزء، من هذا الجزء تدرون وين نهايته؟ نهايته هنا فالكروم بشكل كامل ممتد حتى متصل بهذا الجزء بكروم بشكل كامل. الكروم جاي بطابع وشكل جميل، عوارض بالسقف، سقف بانوراما، الزعنفة اللي موجودة بالخلف، جناح خلفي، حساسات خلفية، طبعا ديفيوزر بالخلف وكاميرا خلفية متصلة بشاشة أمامية. بنشوف مع بعض الشنطة الخلفية، فهذا اللي توقعته، بتكون الشنطة الخلفية أكيد كهربائية. المساحة فيها كم لتر؟ عود وأغلط، ما شاء الله سيارة مناسبة من هذه الناحية. طبعا بجرب المكيف، فما شاء الله تكييف واصل لهذا الجزء، فالتكييف في سيارات هيونداي غنية عن التعريف، مكيفاتها ممتازة. هنا الاستبنة وأدوات الرفع، طبعا هذا المنفاخ وكل حاجة، منفذ 12 فولت USB وعلاقة، وهذه تعطيك بعض الخصوصية وحماية من أشعة الشمس وأمور كثيرة. طبعا
والشنطه القديمه مثل ما ذكرنا راح يكون فيها كهربائي. اللون الاحمر طبعا لولا ان السياره شوي مغبره كان اللون يوضح معنا بشكل اكبر. طبعا اضاءات خلفيه الاي دي بشكل كامل، حتى مو اجمل من الشبكه الامامي الا الجزء الخلفي. طبعا هنا الشبكه الامامي تصميمه موجود بهذه الزاويه في الاضاءات بالخلف، ما شاء الله الشبكة الأمامي، حتى إن بعض التجهيزات أو بعض إيش اسمه هذا موجود هنا بنفس التصميم. هنا كشاف الظلام وهذه حساسات خلفية، عدد 4 حساسات خلفية. تانك البنزين معدل يتسع حول 60 لتر ما خاب ظني، وهذا من ناحية الراكب الخلفي. خلونا ندخل بالسيارة ونشوف مع بعض. هذه المساحة هنا ممتازة، هذه الستارة الخلفية تحكم فيها يدوي، أكيد تحكم فيها يدوي، مقابض داخلية كروم، نوافذ كهربائية، وهنا بتاخذ كمان هنا الله يعطيني اسمه بيانو بلاك. هنا النوافذ تحكم فيها، بإمكانك تقدم المرتبة أو ترجعها إذا كنت جالس بالخلف بكل بساطة. وهنا فتحة التكييف، منفذ USB هنا. طبعا ارباقات اماميه وجانبيه وخلفيه بشكل كامل بالسياره، عاد هذه من فئه البريميوم في فيها هذه الحاجه، فما بالك بهذه الفئه، فيها كل مواصفات الامن والسلامه، فيها مثبت لمكب الاطفال، فيها 5 احزمه امان، فيها نظام مانع الانزلاق ومانع الانحدار، ارباقات اماميه، ارباقات جانبيه، ارباقات طبعا ستائر، ارباقات على المراتب، في المراتب ارباقات المراتب، فما شاء الله بقعد بكل مكان بالسيارة. إضاءات داخلية مثل ما ذكرنا LED. ونكمل بالجزء الأمامي، طبعا هذه خاصة بالتست درايف. نبدأ من هنا، هنا النوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية كروم، هنا التحكم أو ذاكرة خاصة بوضعيات بالمراتب، ذاكرة مراتب هنا، بيانو بلاك هنا، مساحة تخزين بشكل كامل هنا، بيانو بلاك على إطار من الكروم. وهنا فتح الشنطة الخلفية، التراكشن، تحكم بالإنارة هنا، المراتب طبعا تحكم فيها كهربائي، هنا مراتب جلد، شاشة العدادات جاية ديجيتال عكس فئة البريميوم، بتكون عادية فئة البريميوم. طبعا هي الفئة اللي هي أقل من هذه بمحرك 2000 سي سي. تتميز هذه الفئة عن فئة البريميوم، طبعا فئة البريميوم محدداتها عادية، فئة البريميوم شاشة تقريبا 9 انش، فئة البريميوم فيها شاحن لاسلكي لكن ما فيها هذه المساحة، بريكها عادي، هنا بريك الكتروني في هذه الفئة. فهنا في مواصفات اكثر، هنا في رادار وفي نقطة عمية، في رادار وفي نقطة عمية، بالاضافة لحفاظ على المسار هنا موجود، قيادة شبه ذاتية هذه ولا ايش، المهم في رادار امامي. وهنا في اتكلم عن اختلافات بشكل سريع، نتكلم رادار امامي، الشاشة هنا ديجيتال، هنا الشاشة اكبر في الحجم تقريبا 14 انش، هناك 9 انش، هنا ديجيتال مثل ما ذكرنا، الازارير 8 سرعات طبعا، السعة 8 سرعات، السرعات بالاضافة لنا جاء ازارير هنا درايف مود، وفي دبل وضعية الدبل، بالإضافة للمحرك هنا 2500 دفع رباعي 190 حصان، والعزم تقريبا 230 نيوتن، فيها ذاكرة مراتب، الشنطة الخلفية تحكم فيه كهربائي أو فتحه وإغلاقه كله كهربائي. هذه الاختلافات ما بين الفئتين، غير كذا فيها الحفاظ على المسار. هذه المواصفات الاختلافات ما بين الفئتين. إذا جينا نتكلم عن فرق السعر، هناك تقريبا صورت هذيك الفئة كانت ب 123 أو 124 بجزر الكسور، 124 فئة البريميوم، وهذه الفئة قيمتها ب 148 ألف ريال. وهنا الصوت البوري، الدركسون طبعا عليه كروم بشكل بسيط، مكسوب الجلد، قرف شفتات خلف الدركسون، الإضاءة هنا طبعا أوتو، مساحات هنا المفروض إنه يكون فيها مستشعر للمطر المفترض يعني. طبعا بس لو تلاحظون نفس التصميم الخارجي بالإضاءات موجودة بأغلب أجزاء السيارة. وبس هذه هي بشكل كامل، نتكلم هنا تبريد تصميم بالمراتب، درايف مود، الدبل، الجير هنا، بريك إلكتروني، أوتو هولد، حاملة أكواب، كوب هولدرز،
هنا هنا الشاحن اللاسلكي. طبعا هذه فيها ملاحة كمان، هنا الشاشة فيها ملاحة. التبريد تسخين بالمرات، المناخ منفصل ما بين السائق والراكب، تشغيل السيارة بالبصمة، فتحة التكييف هنا، هنا الدرج، الباقات مثل ما ذكرنا عنها قبل شوي، هذه الإضاءة الداخلية، حتى هنا هيلوجين طبعا بفيت بريميوم هيلوجين، هذه الإنارة هنا بشكل كامل. وهذه هيونداي توسان 2023 فئة البريميوم أو فئة الألتيميت. أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. طبعا بالنسبة للمحرك الثاني الـ 1600 سي سي تيربو، 4 اسطوانات دفع، طبعا حسب نظام الدفع، لكن الأحصنة فيها حول 180 حصان والعزم تقريبا حول 200 وشوي نيوتن متر، تقريبا حول 260 أو 250 نيوتن متر. فالإمكانيات موجودة مثل ما ذكرنا، 3 محركات، الفئات جات عليها عدة فئات، تقريبا أسعارها تبدأ معنا من حول 105,000 تنتهي ب 148,000 ريال بفئة الفل كامل. تكلمنا عن منافساتها، ضمان سيارات هيونداي 5 سنوات أو 100,000 كيلو، أيهما أسبق؟ سيارة هيونداي توسان تصلح كسيارة طبعا استخدام يومي، تكون يعني ما فيها أي إشكالية، تستخدم كاستخدام يومي. شخص عنده سيارة كبيرة أوف رود مثل جيمس، عنده كروزر، سيارات تكون كبيرة ويبي يقتني سيارة صغيرة وواسعة، طبعا هذه تعتبر أول سيارة مقعدة 5 ركاب بتكون واسعة، هذه هي السيارة. فشخص عنده سيارة كبيرة بعائلة ويبغى ياخذ سيارة صغيرة كمان تكون واسعة، فهذه تكون من أول الخيارات المناسبة، سواء سبورتاج، سواء تويوتا رافور، نيسان إكس تريل، هذه الخيارات كلها متاحة بالنسبة للسيارات الكروس أوفر الصغيرة متوسط الحجم. في النهاية أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا بخانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. في أمان الله.